انبوكسنج لطلبياتي من موقع ترافيس سكوت. مرحبا حمد طاهر ويا اهلا فيكم في قناتي. قبل ما نبدا لا تنسى زر اللايك ولا تنسى تشترك في القناه وتدعمني وفعل جرس التنبيهات عشان تجيك الفيديوهات الجديده وسوي شير قد ما تقدر للمقطع. حلقه اليوم انبوكسنج لطلبيتين مختلفه من موقع ترافيس سكوت، طلبتهم في اوقات مختلفه وجوا مع بعض وقلت اسوي لكم الانبوكسنج ده في نفس الوقت. هذه كانت مع طلبيه جوردن 1 لو ريفرس موكا وهذه مع جوردن 1 لو البلاك بانثر. خلينا نبدا بالطلبيه دي اول لانه هذه جت اول، خلي هذا على جنب. خلينا نفتح معاكم الكيس. طبعا هذه الطلبيه طلبت فيها تيشرتين وشورت. مع الاسف صراحه اتفلسفت المره اللي فاتت، اللي ما شاف الحلقه القديمه حق ترافيس سكوت اللي سويت عنها انبوكسنج اللي هذا التيشيرت من ضمنها، سويت حلقه قديمه ترافيس سكوت يا ريت اللي ما شافها يشوفها. وطلبت المقاسات سمول وجات مقاسي بالضبط. الطلبيه اللي بعدها طلبتها قبل ما اقيس هذه، طلبتها ميديوم. هذه الطلبيه ميديوم، مع الاسف انها ميديوم، هتيجي شويه كبيره عليا بس معليش. زي ما قلت لكم تيشيرتين وشورت. هذا اول تيشيرت معانا، شوفوا يا جماعه الباكج جبار باللون البني، نفس اللون ده يا جماعه، نفس تقريبا نفس. تعرف ترافيس سكوت يحب الالوان البني، يحب البنيات. والله الكيس مره جيد، يعني في 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 كاكتس جاك هنا. فخلينا افتح معاكم اول تيشيرت. انا فاكر هذا التيشيرت باللون البني، عجبني بصراحه. والله مرة حلو. واو يا جماعة، واو، شوفوا 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 يا جماعة التيشيرت، مش طبيعي مش طبيعي. باين ان الكواليتي تقيل صراحة، باين ان الكواليتي تقيل وجيد. من ورا في الرسمة هذه، من هنا في الرسمة دي، أوريكم هي كلها. من هنا في علامة الكاكتس جاك، شوفوها ما باينة معاكم ولا لا. طيب هذا أول تيشيرت معانا باللون البني، اللي هنا على جنب. التيشيرت الثاني باللون الابيض، نفسه تقريبا بس باللون الابيض. يعني ما عندي الالوان البيج، وهذا دائما اطلب ترافيس سكوت باللون البني، فقلت اطلب اللون الابيض. خليني اوريكم هو. والله يا جماعه، والله ترافيس، والله ترافيس. شوف اصلا كيف الكيس هنا، يا الله رهيب، يا الله الملمس، الملمس يا جماعه. والله صراحه الكواليتي جيد، احس الكواليتي افضل من هذا صراحه، مره افضل من ده. شوفوا كيف الالوان يا جماعه، مره حلو، مره حلوه الالوان هذه، مره 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 حلوه. استنى خليني اوريكم من ورا. في ناس يمكن تقول هذا شكله يخوف ولا حاجه، بس تعرفوا ترافيس سكوت دائما يحب الاشياء الغريبه. مره جيده التيشيرت، انا عجبني الابيض اكثر من البني صراحه، لان الالوان فيه مره واضحه. هذا ثاني تيشيرت معانا، فهذا التيشيرتين كده. وهذا اخر شيء معانا في الكيس، الشورت يا جماعة أخذته ميديوم. أتمنى إنه يجي مقاسي، أتمنى. يا جماعة ماني مصدق، ماني مصدق، مش طبيعي يا جماعة، يا جماعة مش طبيعي الشورت ده، والله مش طبيعي. شوفوا يا جماعة، لا لا والله كويس إني أخذته ميديوم، هو يجي قصير. واو 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 واو، والله مش طبيعي، اقسم بالله ترافيس سكوت مش طبيعي. يا الله يا الله، تفاصيل التفاصيل يا جماعه، التفاصيل التفاصيل اللي فيه جبار 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 جبار. عندي سفر لدبي اكيد، هذا كله هيتلبس هناك. مره حلو، مره حلو، مره جميل. صح، باي ذا واي هذا 85 دولار، يسوى 85 دولار. شوفوا كيف الباكجينج، هذا ب 85 دولار الشورت، التيشيرت هذا 48 دولار، والتيشيرت هذا 48 دولار، وتوصيل تقريبا اخذ مني 20 دولار، والتاكس عشان شحنته بصندوق البريد حقي حق امريكا اخذ مني 8 دولار 9 دولار، فكل الطلبيه على بعض كلفت 220 دولار. الناس اللي تشتري من موقع ترافيس سكوت لازم يكون عندك صندوق بريد في امريكا، يكون عندك صندوق بريد في امريكا، تطلب عليه يوصل على صندوق البريد في امريكا، وصندوق البريد في امريكا يوصل على السعوديه. يعني لازم يكون عندك تسوي الطريقه دي، وما تقدر تدفع بالكريدت كارد. ممكن تضبط معك بالكريدت كارد، بس انا دائما ادفع بالابل باي، بالابل باي ما يعرف هو،
يسوي البروسيس للطلبيه وترسل على صندوق البريد في امريكا، وبعدين من صندوق البريد في امريكا ترسل على جده على السعوديه عفوا جده، ترسل على السعوديه وتدفع طبعا التوصيل. فهذه الطلبيه معانا كلفتني زي ما قلت لكم $220. في ناس تشوفها مره كثير، $220 يعني تقريبا 1000 ريال يا جماعه على تيشرتين وشورت. بس تعرف ملابس ترافيس سكوت، شوفوا يا جماعه هذه الطلبيه القديمه، يا ريت ما شاف حاجه يروح يشوفها. انا مره تعجبني ملابس تيشرتاته مره جبار. هذه اول طلبيه معانا. الطلبيه الثانيه جات في وقت مختلف زي ما قلت لكم، هذيك هذه نزلت مع الريفرس موكا، هذه نزلت الاشياء اللي طلبتها هنا نزلت مع البلاك فانتوم اللي باللون الاسود. خليني افتح معكم الكيس حاجه بس بدي اقول لكم، هي بعدها نزلت برضو الاوليف ونزلت ميرتش ملابس بس ما قدرت اشتري. فهذه كانت اخر طلبيه معانا، خلينا نفتحها قدامكم شوفوا بس ريكوردينج ولا لا. الا ريكوردينج مع البلاك فانتوم. اغلب التيشيرتات اللي هنا باللون الاسود باللون الابيض. طلبت شراب صح، خلينا نفتحها ناخذها واحده واحده يا جماعه. اول شيء زي ما قلت لكم طلبت شراب، فاخذت هذا الساق افكه قدامكم الان دقيقه عشان اوريكم يا جماعه الساق. يا جماعه الساق مره حلو، مره مره جميل. شوف كيف لازم يكون فيها كاس الزيت، لازم قريبه فيها هنا كاس الزيت. شوف هذه الالوان، هذه الشراريب. الشراريب والله كم كلفتني الشراريب؟ يمكن كلفتني $50. هذه $50 شراريب ثلاثه 3 بير. بس زي ما قلت لكم شراريب ترافيس سكوت ترى مره جيده يا جماعه. هذه الشراريب. طلبت برضو تيشيرت باللون الاسود، ما عندي تيشيرت لترافيس سكوت باللون الاسود، هذا عشان البلاك فانتوم الجوردن 1 لو بلاك فانتوم، فنزل اللون الاسود. زي ما قلت لكم شوف الباكجينج مكتوب فيه كاكتس جاك، تمام. خليني اوريكم باكجينج جبار. القماش الى الان مره حلو صح. هذه لا ما غلط نفس الغلطه، اخذت سمول. تيجي ماسكه شويه، هي اوريدي باين عليها انها ماسكه. والله مره حلوه يا جماعه، شوفوا هنا مره حلوه. ما ادري اوريكم في الخلف، هو اكثر الرسمه في الخلف. واو 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 شوف شوف يا جماعه مره حلوه، مره مره حلوه، كواليتي جبار يا رب. النكشه دي مره حلوه، يبغالكم تنتبهوا بس هذه في الغسيل، يعني تنتبهوا في الغسيل وفي الكوي، لانه هو كل الديزاين في دي. هذا اول تيشيرت معانا صح، غلى الاسعار شويه. ترافيس سكوت القديمه كانت $48، هذه صارت ب $50 ب $55. هذا ثاني تيشيرت معانا، واخذت برضو اوه صح، واخذت التيشيرت هذا باللون الابيض. ما عندي تيشيرت باللون الابيض، ذاك بيج هذا ابيض، يعني شكلت هذه المره. خليني افكه قدامكم برضو مع الكوليكشن حق بلاك فانتوم سمول، اخذت سمول. شوف يا جماعة هيجي ماسك علي مرة، هذا هيجي ماسك علي مرة يعني يا دوب. بس حلو والله، عجبني الأسود أكثر صراحة، هذا غريب شوية والله هيجي ماسك علي ده. بس نايس $50. وآخر حاجة اللي أحب أشتريها من موقع ترافيس سكوت صراحة اللي هي هذه، خليني أوريكم، هي الكي تشين سلسلة مفاتيح. الكي تشين ما صراحة ما استخدمها، بس كده أحب أشتريها وأخليها عندي، رغم إنها غالية والله $25 أو يمكن $30، بس هذه باين عليها تشيب صراحة. أكون معاكم صريح، اللي قبلها كانت حديد، هذه زي البلاستيك كده، حتى ريحتها تشيب صراحة. هذه ما تسوى، هذه ما تسوى، لكن القديمة تسوى الكي تشين، لأنه لانها بتسل بالفضه. وريتكم الانبوكسنج للاشياء اللي اشتريتها من موقع ترافيس سكوت، اتمنى تكون عجبتكم. جمعتهم الاثنين مع بعض عشان اسوي لكم هي في حلقه واحده. واحده نزلت زي ما قلت لكم مع ريفرس موكا، والثانيه نزلت مع البلاك فانتوم. دقيقه قبل شير وتيك كير، دقيقه خلينا نروح نشوفهم في اللبس ونرجع ما اوريكم هم في اللبس. Yeah, in the cut, in Medusa, lay low.
اللي وصل لدال بارك وما سوى لايك اضغط اشترك في القناة، فعل جرس التنبيهات، سناب اللي بيعرف عني برا اليوتيوب، انستغرام القناة، التيك توك يا جماعة مولع. وقبل ما اقول لكم شير وتذكر لا تنسوا تروحوا تشوفوا الحلقة حقت هادي الانبوكسنج القديم حق ترافيس سكوت. وفي النهاية يا جماعة شير وتذكر.